النتيجه انا شخصيا ما كنتش ما راضيش بها، ولكن ملي كتشوف اطوار المباراه وكتشوف يعني اللاعبين اللي كنشكرهم هذا العرض اللي قدموه والفرص اللي تحت يعني ولا مقارنه مع الفرص اللي تحت الفتح يعني كان يعني نستاهلوا نربحوا. ولكن هذه كره القدم اكيد بانه لعبنا ضد فريق منظم ناحية الدفاعيه كان 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 عنيف يعني في بعض اللقطات اللي جعلت بانه يعني المباراه هرسوا يعني الايقاع ديالها. ولكن شفنا في الشوط الثاني حاولنا يعني ناخذوا منهم ذاك المخزون البدني ورفعنا من الايقاع، ولكن اعطيناهم هدف كادو بحال هديه اللي اكيد من ما كتعطي الفريق هديه ما يرفضهاش. في عوض ما كنا خصنا نرجعوا باش ننتصروا راجعين باش نديروا التعادل، ولكن تتحتاط لانه كتخاف في اي لحظه من اللحظات تقدر تكون شي مرتده ويقدروا يسجلوا لك هدف. هنا 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 هذا هو. ولكن الحمد لله هذه النتيجه غنشوفوا منها المردود ديال اللاعبين لهذا واللي كان بالنسبه لي ايجابي، وغادي ندير في يعني في دو كوتي النتيجه اللي اظن بان كنا نستاهلوا احسن.